مشروع اليوم هو على طلب أغلب مستثمرينا اللي بيفضلوا مشروع يكون بكونسبت عائلي لكن بمركز اسطنبول. خليكم معنا لتشوفوا تفاصيل أكثر على مشروع اليوم الموجود بمنطقة زيتنبورنا بوسط مدينة اسطنبول. مشروع اليوم موجود بمنطقة زيتنبورنو يلي تعتبر بمركز مدينة اسطنبول بالقرب من منطقة الفاتح وتوبكوفا. طبعا موقع المنطقة صاير مباشرة على بحر مرمرة، أي هي منطقة ساحلية وبتتميز بوجود أطول ساحل لها على ساحل بحر مرمرة. بلدية زيتنبورنو تعتبر واحدة من أكبر البلديات موجودة باسطنبول وأهمها نظرا لتركيزها الكبير على البنى التحتية الموجودة ضمن المنطقة والمباني السكنية، بحيث أنه كتير في عندنا مناطق أو أحياء ضمن زيتنبورنا بنعمل لها إعادة إعمار بكونسبت جديد اللي هو كونسبت المجمعات السكنية المخدمة بشكل كامل للعوائل. إذا بدنا نحكي أكثر على موقع مشروعنا، فنحن موجودين مباشرة بالقرب من الطريق الرئيسي لإسطنبول أو الشريان الرئيسي اللي إحنا نسميه هو E5. لو بنحكي إنه إحنا قريبين من E5 أي يعني عندنا سهولة بالمواصلات وسهولة أيضا بالحركة بالسيارة لأي منطقة بدي إياها بإسطنبول. إذا رح تحكي عن المواصلات، بما أنه أنا قريبة من E5 أي قريبة من محطة المتروبوس، طبعاً من خلال محطة المتروبوس هاي فيني أوصل لأي منطقة بدي إياها بإسطنبول حتى وصولاً لنهاية الطرف الآسيوي من المدينة. بنفس الوقت غير محطة المتروبوس في عندي حتى محطة ترامواي جداً قريبة علينا، هي بقرب بعضهم ذاتاً حوالي من المشروع لهنيك 600 متر، عم نحكي تقريباً 10 دقائق مشي. من خلال هاي الترامواي فيني أنزل فيها لمنطقة الفاتح أو إسطنبول القديمة، أيضاً وصولاً لبعض المناطق الثانية بإسطنبول. طبعاً الحلو كمان إذا بدنا نحكي على زيتنبورنو، هي بالعادة بما أنه صايرة بالمركز فالمواصلات اللي فيها جداً كبيرة، إن كانت متروبوس مثل ما قلنا الترامواي وأيضاً المارمراي يلي هو يعتبر من أهم المواصلات الموجودة بإسطنبول، يلي هي تعتبر المواصلات خليني أقول الساحلية وأطولها لأنه فينا تاخذنا على طول ساحل إسطنبول من الطرف الآسيوي للطرف الأوروبي حتى نهايته رح تكون واصلة لمطار إسطنبول. طبعاً مثل ما قلنا إذا أنا بالمركز بمركز المدينة وعندي مواصلاتي، فهي من خلال أي مواصلة من اللي ذكرتهم ممكن تأخذنا لأي منطقة بدنا إياها. غير أنه منطقة زيتنبورنو هي منطقة حيوية بمواصلات وكذا، أيضا هي حيوية بالنسبة للجامعات لأنه بالبداية مثل ما حكيت أنه المنطقة اللي نحن فيها اليوم هي منطقة عائلية بامتياز، فلما بحكي منطقة عائلية هذا الدليل أنه كل شيء خدمات بتخص العوائل موجودة عندنا. بالنسبة للجامعات أكبر الجامعات موجودة بمحيط 3 كيلومتر حوالي مثل جامعة بيروني أو الوقف تبع السلطان أحمد، وكثير من الجامعات الخاصة والحكومية حتى المشافي الجامعية الكبيرة مثل إستينيا عم تكون قريبة، أيضا المشافي الثانية، فكل هدول الخدمات الكبيرة إن كانت الخاصة أو الحكومية عم تكون محيطة فينا بمسافة لا تقل عن 3 كيلومتر بالمحيط. من الخدمات الثانية المحيطة عندنا المولات التجارية، أهمهم أكسس مول المعروف بإسطنبول، مرمرة فورم، وكمان عندنا الفشك هاني، كلها تقريبا عم تبعد عنا بين 3 إلى 5 كيلومتر. إضافة لهيك ساحل بحر مرمرة، أغلب الأشخاص بيحبوا السواحل البحرية، فزيتنبورنو مثل ما حكينا بالبداية هي منطقة ساحلية بامتياز، وعلى طول الساحل عم بيكون في عندنا العديد من الحدائق أو الخدمات الثانية مثل كافيهات ومطاعم ممكن نستفيد منها نحن كساكنين أو عوائلنا ضمن هيدي المنطقة. من الشغلات الثانية اللي حلوة بمنطقة المشروع بحد ذاته هي الحدائق الكبيرة المحيطة فينا. قريب من المشروع في عندنا حديقة جداً كبيرة، حديقة عامة، وأيضاً كمان في نقطة بدي أحكي عنها، الحديقة اللي عاملتها الشركة الإنشائية لمشروع اليوم مع البلدية واقعة صايرة أمام المشروع، كمان هي تعتبر من النقاط اللي مميزة للعوائل ممكن نحن نستفيد منها. طيب إذا رح ندخل أكثر على ماكيت المشروع نحكي عن المشروع أكثر، مشروعنا اليوم مثل ما قلنا هو مشروع عائلي بامتياز، مساحته عم تعتبر كبيرة نوعاً ما، تقريباً 20,000 متر مربع، بيضم عندنا حوالي 9 بلوكات سكنية بطوابق مانا عالية، يعني عندي ماكسيموم تقريبا من 5 إلى 7 طوابق فقط. بنفس الوقت لما بنحكي يعني احنا لما بنحكي انه مشروع عائلي فمعناها انماط الشقق الموجودة عندي جوا المشروع هي انماط عائلية. طيب شو الانماط اللي عندنا؟ هون الخيارات عم تكون من 2 صالة تقريبا ل7 صالة، حتى بداية من ال4 صالة عم بيكون في عندنا شقق الدوبليكس، عندي 4
صالة، 5 صالة، 6 صالة للسبعة صالة، كل شيء دوبليكس بالأدوار الأخيرة عم بيكون معاها تراسات. لما بنقول دائما إنه مشروعنا مشروع عائلي، أي كل نمط موجود عندي عم بيكون في له بالكون، كل نمط أو كل شقة عم تكون في لها إطلالات مختلفة، يعني بيكون في عندنا إطلالات على البحر من الجهة الأمامية مفتوح على البحر والمدينة، في عندنا الإطلالات الداخلية لأنه تقريبا 50% من أرض المشروع هي مناطق خضراء وجلسات، فعم تكون عندنا هي الإطلالات. في الإطلالات من جهة الحديقة اللي حكينا عنها بقرب المشروع كمان عم تكون إطلالات عليها، أو الإطلالات الخلفية أيضا الحديقة الكبيرة اللي حكينا عنها الحديقة العامة مع المدينة. فلما بحكي كونسبت عائلي دائما هدول التفاصيل الصغيرة بيكون منتبهين عليها. طيب خلينا نحكي أكثر عن الخدمات الموجودة بالمشروع. لما نحكي إنه هذا مشروع عائلي دائما لازم يكونوا مهتمين بالخدمات الترفيهية اللي ممكن تساعدني إلي ولعائلتي. طيب شو هي هي الخدمات؟ الخدمات كاملة بالنسبة لمثلا مسابح داخلية، ألعاب للأطفال مثلا بالنسبة للحدائق الخارجية، مثلا فيها بيكون عندنا الجلسات وألعاب للأطفال، إضافة للساونا، الحمام التركي، نادي رياضي، كل هدول بيكونوا موجودين عنا. طيب من الخدمات الثانية بيقدمها مشروع اليوم هي المحلات التجارية. منطقتنا اللي احنا فيها هون هي منطقة عائلية بامتياز، لذلك بالأدوار الأولى كمان مهتمين بفكرة المحلات التجارية. بيكون في عندنا تقريبا حوالي 15 محل تجاري من الجهة هاي على الشارع الثانوي للمشروع. طبعا هي المحلات التجارية رح تكون كلها عبارة عن خدمات يومية بيحتاجها الساكن، يعني بيكون مثلا رح يفتحون عندنا ماركت، صيدلية، فرن، كافيهات، مطاعم، تقريبا حوالي 15 محل تجاري. وفي نقطة كتير مهمة بهذا المشروع، المحلات التجارية أيضا معروضة للبيع، يعني في حال أنا كانت رغبتي مثلا سكنية واستثمارية بنفس الوقت وإني مثلا أخذ شقة جوا المشروع يكون لإلي محل تجاري يستفيد منه مثلا بالتأجير. طبعا هيك نوع من العروض إذا بدكم إياها لا تنسوا تتواصلوا معنا دائما، إحنا أرقامنا تبع المبيعات من Golden Group Investment عم تكون موجودة على الشاشة، أو حتى من صندوق الوصف كمان ممكن تضغطوا على اللينك وتتواصلوا مع فريق المبيعات مباشرة. طيب هاي بالنسبة لخدمات المشروع اللي موجودة ضمن مشروعنا. في نقاط تانية كمان أنا حابة ركز عليها، لما بنحكي إنه مشروع عائلي دائما بيكون في عندنا الحراسة والأمن جدا عالي بالمشروع. مثلا البوابة الرئيسية للمشروع ما بيدخل لسيارات، السيارات بيكون إلا الأوتوبارك تبعها، الأوتوبارك تبع المشروع على كامل مساحة المشروع طابقين، حتى أغلب الشقق عم بيكون في إلها موقفين للسيارات، خاصة الشقق الكبيرة إن كانت 4 صالة للسبعة صالة بيكون إلها موقفين، وحتى بيكون في موقف أو قسم الأوتوبارك هو خاص للضيوف. فدائما السيكوريتي والخصوصية والأمان للمشروع بتكون جدا عالية خاصة ضمن مشروعنا اليوم. الشغلات اللي بحب ارجيكم اياها باي مشروع منصوره هي الشقه النموذجيه، لنشوف كيف عم بيكون التشطيب الداخلي والتصميم الداخلي للشقه. هلا الشقه تبع هذا المشروع اللي بدي ورجيكم اياها هي المساحه المتوسطه بالمشروع اللي هي 3 صاله، المساحه الكليه لهي الشقه 160 متر مربع مع البلكين، لانه مثل ما قلنا بكل نموذج شقة بيكون في عنا بلكين للشقه. هلا بدايه اذا بدنا نبلش من البدايه من مدخل الشقه من الانترنس كأبواب يعتبر جدا ممتاز بالنسبة ككواليتي، بالنسبة لأمن وكذا عم يعتبر جدا جيد. المساحة هو الهول نفسه الانترنس كمان تعتبر مساحة ممتازة. هلأ هذا القسم عندي رح يتسلم مثل ما هو على فكرة، بالنسبة للخزن، مواد تشطيبه، المواد المستخدمة هي نفسها. حتى بصراحة كتير حبيت الألوان كمان ومواد الإكساء هاي، من هون فينا نشوف عاملين مثل خزن جدارية بالنسبة مثلا للمعاطف للأحذية. مساحته تعتبر حلوة، ومثل ما قلنا مواد الإكساء تبعها كمان عم تكون جدا حلوة. بداية خلينا نبلش من الصالون. الصالون مساحته تعتبر جيدة نوعا ما كمساحة كارتفاع سقف، حتى مثل ما حكيت مواد الإكساء هون المستخدمينها بصراحة تعتبر حلوة، حتى الألوان، يعني الألوان بالنسبة للأبواب مثلا عندنا باب الصالون هم مستخدمين فكرة إنه الإزاز مع الباب، حتى كيف إنه مستخدمين هي الدرجة من الإزاز اللون البني مع اللون الفضي كتير حلو. الكواليتي كمان تبع الباركيه تعتبر عالية نوعا ما،
مو انه كثير ماركه تجاريه مستخدمينها، بالعكس عم تكون عاليه الجوده. هون مستخدمين بعض الديكورات، طبعا الشقه هي ما بتتسلم بهيدا الديكور، لكن في حال احنا حابين فكره الديكورات ممكن نضيفها. مثل ما قلنا كل خيار عم بيكون في عندنا بلكون. هلا البلكون هاي عم بتكون هي مشتركه مع المطبخ، مساحتها حلوه تقريبا 6 متر مربع. نحن حاليا بالدور الاول بالمشروع، طبعا اطلالات مثل ما حكينا، يا اطلالات مثلا هيك نوع من الشقه اللي عم نشوفها، يا اطلاله بتكون داخليه على الحدائق اللي جوا المشروع على اللاندسكيب، او اطلالات خارجيه على اما الحديقه الخارجيه او على المدينه. بالنسبه لقسم طاوله السفره اللي موجوده بالصالون كمان مساحتها تعتبر حلوة، حتى الديكور المستخدمينه كتير حلو. بالنسبة مثلا هون الجدار حاطين ديكور حلو، فينا نستغله بهيدي الطريقة. المساحة تعتبر جيدة بالنسبة إذا كنا عم نستخدم هي الشقة للعوائل تبعنا، فبتكون مريحة نوعا ما. من الصالون مباشرة قبل ما نشوف غرف النوم بدي ورجيكم المطبخ. بكل مطبخ بيكون موجود عندنا، بحب الفكرة المعمارية اللي بتوفر مساحات، هي السلايد، الباب السلايد السحاب يلي بيضمن لي مساحة حلوة للمطبخ. مساحة المطبخ مع مواد الإكساء اللي مستخدمينها بصراحة جدا حلوة، كتير حبيت كيف مستخدمين بكل ألوان الإكساء بالبيت بشكل عام. بالنسبة للخزن للأبواب وكذا، اللون الخشبي مع اللون الفضي لون صراحة كتير حلو، بيعطي هيك دفء للبيت. المطبخ مثل ما قلنا مساحته حلوة. هلأ هون بهذا الطرف ما رح يتسلم بهذه الطريقة، بس حلوة إنه ناخد فكرة إنه كيف مستغلين هاي المساحة بخزن ورفوف. لكن إذا أجينا هذه الجهة رح تكون مسلمة بهيدي الطريقة. بالنسبة للخزن رح تتسلم مثل ما هي، وأيضا الأدوات الكهربائية كلها داخلة ما عدا البراد، كلها ماركة سيمنز المعروفة ماركة ألمانية. بالنسبة للهود الغاز والفرن، وفي نقطة كتير مهمة حتى هون الغاز مستخدمين الغاز الطبيعي مو غاز كهربائي، كمان ممكن نركز عليها. بالمطبخ هون غير هالأدوات الكهربائية حتى كمان غسالة الصحون رح تكون موجودة. بالنسبة للبراد الكخزانة موجودة لكن براد عم يكون خارج. هلا مثل ما حكينا بهذا النمط في عندنا بلكون بالصالون، رح يكون في الا مدخل كمان من المطبخ. بنفس الوقت هذا الجدار ما انه تاركينه انه مسكر، بما انه من هيدي الجهه يكون بلكون، عاملين الشباك او النافذه عاليه جدا، وكمان عم بيكون في الها مكان كشباك ممكن نفتحه. هلا من المطبخ مباشره رح ورجيكم باقي الشقه. من الهول ممكن نشوف الكوريدور، الكوريدور بصراحه مساحته يعني تعتبر جدا واسعه. حتى باي ذا واي اذا انتبهتوا بالصالون مستخدمين باركيه، لكن بالمطبخ والكوريدور والهول وهلا رح نشوف الحمامات نوع السيراميك اللي مستخدمينه جودته جدا عاليه. بدايه من الكوريدور فينا نشوف اول غرفه نوم للاطفال. هذا خيار مثل ما حكينا هو 3 غرف نوم وصاله، فغرفتين نوم الاطفال تعتبر مساحتهم جدا حلوه. هلا هون بما انه ما في عندي بلكون فمستخدمين نظام الفرنش بالكوني. التدفئه بالشقه هاي عم تكون تدفئه مركزيه، لكن التكييف بيكون في عندنا تكييف بالصالون جاهز كالجهاز التكييف الهوائي، وباقي الغرف بس بيكون التمديدات جاهزه في حال بدنا نحن بس نحط جهاز التكييف ممكن يتركب معنا مباشره. من غرفه النوم الاولى فينا نشوف الحمام الرئيسي للشقه. بصراحه برجع بعيد، انا هون كثير حبيت فكره الالوان والكواليتي المستخدمينها، الالوان المستخدمينها بالنسبه للابواب، بالنسبه حتى لتشطيبات الحمام، كيف مدخلين اللون الخشب مع اللون الفضي مع السيراميك مع الخزن اللي تحت المغسله عم تكون جدا حلوه. يعني هذا توازن الالوان كثير حلو وكثير ظريف على العين، يعني بيعطي هيك دفء كبيت عائله. قبل ما اورجيكم غرفه النوم الثانيه، هلا هون في عندنا كمان بنفس هذا الديكور عم بيكون عندنا مثل قسم اللاندري، فيني انا احط فيه الدراير والغساله، فيني اظبطهم بديكور معين كخزن وكذا، كمان مساحتها تعتبر حلوه، يعني هي صايره غرفه صغيره اكثر ما تكون انه خزانه جداريه. غرفه النوم الثانيه كمان بنفس الكونسبت، مساحتها عم بتكون متوسطه نوعا ما، حلوه كمان بهذا القسم لانه انا ما عندي بلكون هون، فعم بيكون في عندي مثل فرنش بالكوني، مساحة صغيرة كمان عم بتكون كمان إلها إطلالة مثل إطلالة الشقة. هي الشقة صايرة هي على مستوى واحد، يعني على جهة واحدة، فكل الشقة مثلا هون هذا النموذج عم بيشوف اللاندسكيب، فكل الغرف مفتوحة على الحدائق واللاندسكيب تبع المشروع. هلا بدي ورجيكم أهم جزء بالشقة، هي هو غرفة النوم الرئيسية. غرفة النوم الرئيسية مساحتها حلوة
واسعة لهذا النموذج. طبعا بكل غرفة نوم رئيسية عم بيكون في إلها حمام خاص فيها، بس قبل ما نشوفها كمان فينا نشوف هيدا الجهة كمان في نفس فكرة البلكون، عم بيكون في عندنا الفرنش بالكوني كديكور كتير هنا مستغلينه بطريقة حلوة. ممكن نستغل نفس الكونسبت لأنه هون في عم بيكون في عندنا قسم لغرفة الملابس حاطين هيك مثل غزل جدارية، هي كتسليم رح يتسلم هذا الجدار مع المساحة هي، وأنا فيني أعمل ديكور بالنسبة للخزانة مثل ما بدي، يعني استغلها بالطريقة اللي بدي إياها. مثل ما حكينا بهي الشقة غير الحمام الرئيسي والقسم اللاندري عم بيكون في حمام خاص للماستر روم أو غرفة النوم الرئيسية. كمان برجع بحكي أنا كتير حبيت فكرة الألوان والتشطيب ومواد الإكسال المستخدمين عم بتكون جدا جيدة. هلأ هيك بنكون شفنا الشقة بالكامل. طبعا مثل ما قلنا هذا النمط هو ثلاثة صالة، في حال كان عنا أي نمط بالشقة يعني بالمشروع عم بيكون بنفس التشطيب بنفس مواد الإكسال، بس المساحة عم تكون مختلفة. ممكن أقول إنه المساحة هون والتشطيب وطريقة الديكور والتصميم الداخلي للشقة مناسب جدا للعوائل. جينا لأعطيكم بعض الشقة أو العروض ضمن المشروع اللي هذا فيه. بصراحة هون اخترت خيارات مختلفة، شيء ناسب مثلا الناس اللي عم بتدور على شيء سكني واستثماري بنفس الوقت. فأول خيار هو عم بيكون 2 صالة، مساحة متوسطة تقريبا عم نحكي على 116 متر مربع، عم بتكون بالدور السادس. الخيار هذا اللي أخذته تكون إطلالته داخلية مفتوحة على حدايا المشروع بإطلالة مفتوحة تماما. طبعا مثل ما قلنا هذا الخيار كمان عم بيكون فيه بلكون، فمن البلكون عم بتكون إطلالتنا مفتوحة تماما. هلأ الخيار الثاني بما أنه في عندنا إطلالات بحرية، فالخيار الثاني حبيت يكون من الشقة الدوبلكس النادرة الموجودة، لأنه في عدد معين جوا المشروع عم تكون دوبلكس، عم بيكون 4 صالة، شقة دوبلكس مثل ما حكينا إطلالتها مفتوحة على البحر والمدينة. طبعا بما أنه الشقة دوبلكس فبالدور الأول للشقة عم بتكون في عندنا بلكين، فالإطلالة من البلكون كمان عم تكون مفتوحة، من التراس أيضا عم بتكون عندنا مفتوحة. هي الشقة مساحتها الكلية 210 متر مربع، مساحتها تعتبر نوعا ما كبيرة. هلأ الخيار الثالث عم بيكون من المساحات اللي كتير كبيرة بالمشروع، أكبر مساحة اللي هي 7 صالة دوبلكس، تقريبا مساحة هي الشقة الخيار بدي أعطيكم إياه 323 متر مربع. الشقة لأنه دوبلكس فهي بالدور الأخير، كمان نفس الكونسبت عم بيكون بالدور الثاني للشقة في عندي تراس. هلأ هون الشقة بما أنه زاوية فعم تكون إطلالتها تماما مفتوحة على حدايا المشروع. للشقة عم بيكون في إلها بلكون بالدور الأول وتراس بالدور الثاني، مساحتها كبيرة. فأي عرض من اللي عطيتكم ياهم ممكن يوصلوكم بشكل مفصل أكثر إذا تواصلتوا مع فريق المبيعات. بصندوق الوصف في عنا رابط التواصل معه مباشرة، ممكن تضغطوا عليه وتاخذوا التفاصيل كاملة. مشروع اليوم يلي اخترت لكم اياه، اخترته يكون مشروع عائلي للاشخاص اللي عم بتدور على كونسبت عائلي كعقار، وبنفس الوقت يكونوا بمركز اسطنبول وقريبين لاهم المناطق ان كان المناطق السياحيه او المناطق المركزيه. وشفنا سوا بالنسبه للموقع كيف احنا جدا قريبين ان كان بالسياره كطرق رئيسيه وسهوله حركتنا او بالنسبه للمواصلات. مشروع اليوم هو تابع لوحده من الشركات الانشائيه الكبيره باسطنبول، لها سلسلة كتير كبيرة من المشاريع، إن كانت مشاريع سكنية أو مشاريع تجارية. حتى سلسلة مشاريع هي موجودة كمشاريع سكنية طبعا موجودة بأغلب مناطق إسطنبول، ومن المشاريع المميزة المشروع هاد. شفنا كيف لما بحكي إنه شركة إنشائية كبيرة هذا الشيء دائما بينعكس على الإنشاءات للمشروع. مثلا مشروع اليوم هو قيد الإنشاء، تسليمه جدا قريب، تقريبا عم نحكي على مدة 9 أشهر. شفنا إذا من خلال مواد الإكساء المستخدمة بالشقة النموذجية اللي ورجيتكم إياها
حتى فينا نشوف الإكساء الخارجي من الفيديوهات اللي انعرضت للمشروع هاد، كيف مستخدمين مواد إكساء جيدة بالنسبة للإنشاءات بحد ذاتها عم تكون جداً كبيرة. مشروع هذا اليوم طبعاً هو لمستثمرين، مثلاً في حال كنت عم تبحث على عقار مناسب للجنسية، فالمشروع هاد هو مناسب للجنسية من حيث الطابو، من حيث التقييم العقاري، في حال كانت دفعتنا كاش وبدي إحصال على الجنسية وأخذ الطابو، في حال كانت كمان رغبتنا للتقسيط، مشروع اليوم فيه إمكانية للتقسيط أيضاً، كمان للأشخاص اللي بدهم شيء سكني أو عقاري يتملكوه لكن يكون الدفع تبعهم مريح، فمشروع اليوم أيضاً فيه إمكانية التقسيط بالوقت الحالي للفيديو. كمان بنفس الوقت في معلومة كتير حلوة، إنه أنا حكيت من البداية إنه منطقة المشروع بما إنه هي إعادة إعمار وفي عنا اشتراك للبلدية، فإحنا معفيين من رسوم الطابو اللي بتطلع لنا، كمان هي النقطة ممكن نستفيد منها. في حال كان بدنا أي عرض معين للمشروع هذا اللي شفناه ممكن تتواصلوا معنا مباشرة. طبعاً لا تنسوا تعملونا اشتراك في حال كنا معنا مشتركين على قناتنا على اليوتيوب لنشوف كل الفيديوهات والفرص الاستثمارية اللي عم قدم لكم ياها بإسطنبول. كانت معكم راما من Golden Group Investment، هالمرة بشوفكم بالمشروع الجاي. Golden Group Investment. Trust and honesty.